السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نروحوا للإعلام الرياضي في الجزائر ودوره في تحطيم الرياضة. شفنا كيفاش كانوا يشوهوا في الصورة تاع لاعبين مواهب جزائرية، ويقول لك قانون بهاماس ما جاب لنا الا العار، قانون بهاماس ما جاب لنا والو، قانون بهاماس ما دار والو. دائما وين يروحوا القانون بهاماس من اجل تحطيم رجل واحد، وهذو الناس كي كانوا يهضروا يقول لك قانون بهاماس ما دار والو. لازم تعلموا يا الشعب الجزائري باللي اول بلاد اللي جات مع فرنسا باش يقلعوا قانون بهاماس وهي عصابة حداد، باش يكون في علمكم، باش يكون في علمكم بأول البلاد. ما نقولش الجزائر، ما نحصلوش في الاسم الجزائر، نحصلو في هذو اللي دمهم مخلط بالكونفيتير، هذو اللي فيهم نطف تاع لي بيجار ولي نطف فيهم، هذيك النقط هذوك الصغار هذو يبغوا كيما يبغوا هذا الكلام. الاعلام تاعنا نقول الا البعض شرفاء صحفيين، كاين صحفيين شرفاء والله العظيم، كاين صحفيين اللي كانوا يدابزوا مع ناس في القنوات يقولوا علاه تحصل في قانون بهاماس، كانوا يدابزوا تملوش يعيطوا لهم تولوا ما يديروش مباشر ويقطعوا الهضره تاعهم باش يكون على بالكم. هذا الاعلام اعلام بيجار، هذا الاعلام تاع بيجار باش يكون على بالكم. كما لا يخفي عليكم الاعلام او نقل من او نقل الخبر مهنه نشئت مع البشريه، لكن التطورات والتطورات المتسارعه في التكنولوجيا والتطور التقني الهائل الذي طار على وسائل الاعلام اصبح سلاح دور ذو حدين، اما ان يستغل باللعب الدور الايجابي يساعد على التنميه والتوعيه ويشارك قرارات بافكار ايجابيه. احنا ما عندناش هذه تاع باش يشارك لك في افكار ايجابيه، احنا دايرينهم تغليط الراي العام. يشارك في قرارات بأفكار إيجابية وشفافية في معالجة المواضيع والحيادية في استنتاج وترسيم الروح الرياضية والابتعاد عن السلبيات أثناء تعاطيها وتناولها للمواضيع الهامة والحساسة والتي بإمكانها تأتي بوبل على الشعب. احنا يا شنو كيفاش كانوا يغلطوا الشعب، يغلطوا غلطوا بزاف. وين قناة النهار نروحوا غير قناة النهار 2013، وين قناة النهار وين شهروها ذراع قناة النهار اللي هي نقولوا باللي غلطت 80% من المواطن الجزائري. وين وبل على الشعب والحكومة، والإعلام له أدوار أخرى كانتماء لاعتزاز والولاء وغرس حس مدني والدفاع عن سمعة الوطن. إلا هنا شخصان واختصرنا الدور الإعلامي الإيجابي، والآن نلقي نظرة عن الإعلام السمعي البصري والمكتوب في الجزائر ودوره في تهديم الرياضة. كما تتبعنا الأحداث في الجزائر والانفتاح الإعلامي التي نتجت عنه قنوات خاصة سواء كانت إخبارية أو رياضية، ودورها السلبي في تشخيص الأحداث والتي تمشي عكس التيار وعكس كل مقومات الإعلام. هذه الوسائل التي يديرها صحفيين لا يفرقون بين المهنة في الطرح وكيفية تناول الحدث. هذا الصحفيين خريج جامعات وكليات إعلامية، ونعرف من أين أتوا خاطش كاين صحفيين قدامى نعقلوا لهم كانوا يجوا لقناة النهار منبطحين، لكن الصحفيين هذو الإعلاميين تاع التوالى هذو وين
راحوا جابوا لي الدبلوم تاعهم من الاردن، وقراو عند مخابرات اسرائيليه، مخابرات انجليزيه، مخابرات امريكيه، وهذو اللي قراو دي جينيرو متقاعدين باش يكون على بالكم. ونعرفوا شكون الاغلبيه اللي حلوا قنوات، نعرفوهم في 2001، نتوما كاع راكم ناسينها. في 2001 راحوا داروا التطبيع وراحوا زاروا اسرائيل، راحوا لتل ابيب، راكم عاقلين عليها. وهذو الاغلبيه تاعهم قضبوا الاعلام باش يكون على بالكم، وباش يكون على بالكم كاين صحفيين وكاين قنوات ويقول لك نقابه صحفيه على بالك شحال داروا عارضه، داروا عليا عارضه. انا مواطن عادي، لو كان ماشي دارهم ما يديروش عليا عارضه تاع 150 بنادم ويروحوا يشكوا بيا، ما يقدموش ضدي شكوى. انا شاني نهدر، راني نهدر في الحقيقه. كو جيت كيما جيت قاعد بغايطه ونغيط يقول لك انا راني يهدر. تعال كنروح نجيب لهم تاع 2001، نجيب لهم وين نقراو في الاردن، نجيب لهم يعرفوا شاني نهدر، يعرفوا باللي وعلموهم ضرب المؤسسات الدولة من بعيد. وانا الاول اللي كنت نقولكم، نقول الامن تاعنا الحمد لله يا ربي، كنت نقولكم روحوا ديروا لهم تحقيقات في لي كونت تاعهم، الدراهم اللي راهم يجوا الحمد لله راهم كشفوهم كاع. عرفتوا كيفاش؟ كنت نقول فيها 2017 2018، ماشي اليوم، كاينين لي فيديو وين والكل يعرف مستوى الجامعة الجزائرية في 25 سنة الأخيرة ومكانتها بين المعاهد والجامعات والكليات العالمية. جامعة أنجبت جيل من الصحفيين ليدركون معنى الصحافة والمسؤولية النبيلة الملقاة على عاتقهم، أمثال زين عامر، زي كمال مهوي، هذا ذاك طارق قادري، بزاف. صحفيين امر واقع فرض على الجمهور الجزائري. وين شنا صحفيين مختصين في زرع الكراهيه، وين شنا لا يدركون معنى الصحافه والمسؤوليه النبيله الملقاه على عاتقهم. صحفيين مختصين في زرع الكراهيه والتفرقه بين الشعب. صحفيين وين صحفيين امر واقع فرض على الجمهور الرياضي. صحافه اصبحت لا تفرق بين المهنه والاغراض الشخصيه. صحافه اصبح في نظرها ان القطار المال وكيفيه كسبه قد فاتها، فصرعت بشتى الاساليب الملتويه لتداركه. الصحافه تطل علينا كل ليله عبر قنوات للصواب للتصويب اسهمهم على اي شيء جميل في البلاد. صحافه تعطي المصداقيه للكذب والمنافق وتخزي الحق والحقيقة. قنوات تدعى أنها رياضية وشعارها المصداقية والشفافية والموضوعية، وهي تسرق حقوق غير بث المختصرات لمقابلات قنوات العار. معظم صحافيها منها جيران لاعبين البطولة المنحرفة، صحفيين متورطين في بيع وشراء المقابلات بطولة كرتونية الجزائرية. صحفيين يهددون لاعبين البطولة الفاسدة تدفع أو تدمر مشوارك الرياضي عبر قنواته الخبيثة. صحفيين شككوا في انتماء وطنية اللاعبين في المهجر لسبب أنهم لم يدفعوا لهم. صحافة تستعين بالشذمالة محسوبة على الرياضة الجزائرية لتساعدها على تمرير مخططها الإجرامي ضد منتخبنا، أمثال مصطفى معزوزي، كمال ماوي، بزاف. صحافة تعمل تحت رعاية أطراف متناحرة من أجل أغراض شخصية وتسلم بمن يدفع لها. صحافة خريج آخر جامعة في العالم تلهف وراء أي مسؤول أو جماعة تريد تمرير مشروعها ولا تميز بين الخير والشر. المهم كم تدفع. صحافة باعت ضميرها وأخلاقها من أجل الفلوس والهدايا. صحافة تنتظر أوامر من عند والي نعمتهم ولا تفكر أي لحظة في هذا الأمر إن كانت إيجابية أو سلبية، المهم تمرير النص إلى المشاهد. للأسف الشديد الأزمة التي تمر بها البلاد في شتى المجالات لها تحصيل حاصل
لهذا الفساد الإعلامي الذي نحر كرة القدم الجزائرية وفكك المنتخبات الأندية الجزائرية. صحافة كاسكروتات متشبعة بالنفاق ولا تعطي أي أهمية لمشاهديها. صحافة عندما يرى المناصر والمشاهد البسيط يستئمس منها وينعتها بشتى الأوصاف. هذه القنوات هي التي جلبت العار والدمار وباعت المنتخب بأرخص الأثمان. هذه القنوات موجهة ضد أي رياضي أو لعاب ناجح إلا وأكلت لحمه بالنميمة والحسد. هذه القنوات التي أصبحت عار على الجزائريين لا تصلح ولا تصلح وتغير أمورنا إلا أن تم غلق قنوات الفتنة. هذه يا ربي يحفظكم ويسمحوا لي بعض الصحفيين ينحسبوا الأصابع. وتحية الجزائر ورانا موراكم إن شاء الله بربي. روحوا زيدوا شكوا، حنا ربي معنا، أنتم شكوا حنا ربي معنا. أصحاب القنوات هذو قاعدين قاع راحوا لإسرائيل 2001. انتم هذه اللي ضرتكم، روحتوا شكيتوا. انا نعرفكم، جيتي كوني بيان، وليت حسب راني نهدر من راسي. يا حي.